سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. نحن في تفسير بعض آيات من سورة آل عمران. تقدم معنا تفسير قول الله سبحانه: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. من سلك في الحياة الدنيا طريق الإيمان والتقوى وطريق محبة الله وذكره وطريق اتباع شرع الله وسنة نبيه فهو من الذين ابيضت وجوههم في الدنيا بالأعمال الصالحة وتبيض وجوههم يوم القيامة بالقبول ورضوان الله ومغفرته. عملوا فنالوا الأجر من الله يوم القيامة، أخلصوا في الدنيا فقبلت أعمالهم، واستقاموا في الدنيا فنجحت طاعاتهم وعباداتهم، عملوا لله فنالوا رضوان الله، وأطاعوا الله فنالوا مغفرة الله. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. فدرسنا اليوم على من ابيض وجهه في طاعة الله وابيض وجهه في العمل الصالح الذي عمله لله تعالى. بياض الوجه في الدنيا ظهور آثار العبادات والطاعات عليه، يظهر على الوجه من أنوار الطاعات والعبادات ما يجمل وجه المؤمن وإن كبر سنه وإن رق عظمه. وأما الذي لا طاعة له ولا إيمان ولا خشية فكلما كبر سنه كلما تعكر وجهه. فالطاعات والعبادات تظهر على وجه المؤمن، وخاصة التهجد بالليل وقيام الليل. سئل الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه، قالوا له: ما لنا نرى أصحاب الليل بوجوه نيرة؟ قال: لأنهم خلوا مع ربهم في ظلمات الليالي، وقت السحر خلوا بربهم فتجلى عليهم فابيضت وجوههم من تجليات أنوار الله. قيام الليل يبيض الوجه، وكما ورد المصيبة تبيض وجه صاحبها يوم تسود الوجوه. المصيبة إذا رضي المؤمن بها
وعلم أن الذي أصابه هو الله، فرضي بقدر الله ورضي بتقدير الله وصبر على ما ابتلاه الله وشكر الله على ما أنعم، فهذا الذي يبيض وجهه يوم تسود الوجوه. الوجوه السوداء هي الوجوه التي لا ترضى بقدر الله ولا تنقاد لطاعة الله ولا تستقيم على شرع الله. أما الوجوه البيضاء فهي الوجوه التي ترضى بقضاء الله فيما قدر، وتسعى بتطبيق شرع الله أينما كانت، فيبيض وجه العبد بطاعة الله. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف تعرف أمتك من بين الأمم؟ أمة النبي قليلة بين الأمم، وقد كان النبي يقول للصحابة، يقول: ما أنتم في الناس إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. فأمة النبي بالنسبة للأمم بتمثل شعرة بيضاء، بالنسبة لجلدي ثور أسود. مع هذا أنهم قلائل، لكن سألوا النبي: كيف تعرف أمتك من بين الأمم؟ فقال: هم الغر المحجلون. الغر يعني جبهتهم بيضاء منيرة تتلألأ بالنور، ويخرج عمود من نور الله من جبهة المؤمن إلى العرش. هذا بالنسبة للجبهة من غسل آثار الوضوء، فغسل الوجه بالوضوء يبيض الوجه. وأما التحجيل، التحجيل الفرس يلي إيدها بيضاء، إيدها من أسفلها بيضاء أو إيديها بيض من تحت، فهذه يقال لها فرس محجلة. كذلك أهل أمة النبي عليه الصلاة والسلام يأتون يوم القيامة آثار الوضوء يخرج منها النور، فاليد يظهر نورها إلى ما فوق المرفق، والرجل إلى ما فوق الكعبين، يتلألأ بنور الله. هكذا يظهر بين الأمم. فلو كان إنسان عنده 1000 فرس سوداء وفرس بيضاء بيناتهم، تنعرف البيضاء بين السور؟ تنعرف. هكذا يعرف النبي أمته بين الأمم. فإذا الوضوء هو مفتاح النور الذي تستنير به أعضاء المؤمن يوم القيامة. الجبهة يسطع منها النور، واليدين تظهران بالبياض. وأما الذين بيضت وجوههم من آثار الوضوء، بيضت وجوههم من التهجد في الليل، بيضت وجوههم بالأعمال الصالحة من أذكار وأوراد وطاعات وخشية وتلاوة للقرآن وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر وورد أن الذي يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام يبيض وجهه بالصلاة على رسول الله. لذلك اتخذ المؤمنون العادة إذا ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسحوا على وجوههم، ببركة اسم رسول الله أن تستنير وجوههم بنور رسول الله. هذا كله مما يبيض وجه المؤمن يوم القيامة. ومن طاعة الله التي تبيض الوجه وفاء المؤمن بعهده. الوفاء بالعهد والوفاء بالوعد مما يبيض وجه صاحبه يوم القيامة. إذا وعد الساعة 5 يأتي الساعة 5، وعد بعمل ينفذ العمل
فالذي يفي بوعده هو الذي يبيض الله وجهه يوم القيامة، وتلاوة القرآن تبيض الوجه، لما ورد ثلاث يزدن في البصر: النظر في القرآن في المصحف، والنظر إلى الخضرة هذا مما يزيد بالبصر، والنظر إلى الماء، فالنظر في كتاب الله وتلاوة القرآن تبيض وجه صاحبها، خاصة إذا تلا القرآن تلاوة الوعي والإدراك والعمل والأخلاق. ومما يبيض وجه المسلم يوم القيامة الدعوة إلى الله، إذا دعوت إلى الله وبلغت دين الله فأنقذت إنسانا من معصية إلى طاعة، أو دللت إنسانا من غفلة إلى ذكر، أو أرشدت إنسانا إلى عبادة أو تسبيح، فهدايتك لخلق الله تنقلب نورا في وجهك يوم القيامة. كل إنسان يهتدي على يدك فنور طاعاته وعباداته تنقلب بوجهك يوم القيامة نورا. فالدعوة إلى الله تبيض وجه صاحبها، لما تحمل من أنوار وأعمال وطاعات وعبادات، هذا من فضل الله عز وجل على المؤمنين. ومن أجمل نور الله يوم القيامة في وجوه الخلق أجمل نور، نور الأخلاق الصالحة، هذا النور الجميل في وجوه الخلق الذي يأتي يوم القيامة وقد تخلق في الدنيا بخلق صالح وكان صاحب أخلاق مع خلق الله ومع عباد الله، كان لا يغضب، كان لا يشتم، كان لا يلعن، يأتي يوم القيامة ووجهه يضيء بنور العرش. هذه الأخلاق الفاضلة التي يقدمها المؤمن فهي تبيض وجه صاحبها يوم القيامة. وأما الذين ابيضت وجوههم في ذلك اليوم الشديد يوم القيامة، اليوم العسير على الكافرين غير يسير، في ذلك اليوم تبيض وجوه أهل الإيمان. لذلك سئل سيدنا عائشة، سألت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هل تأتي عليك ساعة لا تملك فيها لأحد شفاعة؟ هل تأتي عليك ساعة لا تملك لأحد فيها شفاعة؟ قال: نعم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه حتى أنظر ما يفعل بي، أو قال ما يفعل بوجهي، يعني النبي خايف، ما بعرف شو بده يصير فيه في ذلك اليوم. في ذلك اليوم تظهر أعمال العبد على وجهه، إن كان في أعماله مرائيا أو كان معجبا في أعماله تظهر أعماله سوداء في وجهه، أما إذا كان مخلصا لله مقربا إلى الله ذاكرا لله يريد وجه الله فأعماله كلها نور في صحيفته يوم القيامة. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين بيضت وجوههم، الذين سودت ذكرناه، فأما الذين بيضت وجوههم من أهل الله بالطاعات بالعبادات بالأذكار بالخشية
دوام الإقبال على الله. قال: ففي رحمة الله هؤلاء يوم القيامة يدخلون جنة الله، يدخلون جنة الرضوان، جنة الرحمة، جنة المغفرة، يدخلون جنة الله تعالى وينالون إنعام الله وإكرامه في ذلك اليوم. وهذا دليل أن الإنسان لن يدخل الجنة بعمله. ما قال: وأما الذين ابيضت وجوههم بأعمالهم يدخلون الجنة بأعمالهم، قال: ففي رحمة الله، يعني يدخلون الجنة بالرحمة لا بالأعمال. أعمال الإنسان لا تدخله الجنة، لذلك ورد: تدخلون الجنة برحمة الله وتقتسمون فيها درجاتكم على قدر أعمالكم. الدرجات على حسب الأعمال، أما الدخول للجنة ففي رحمة الله، يدخلونها برحمة الله. وقد ورد في حديث البخاري والإمام أحمد عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا عمله الجنة، لن يدخل أحدا عمله الجنة مهما كان العمل، مهما كانت الطاعات، مهما كانت العبادات، فلن تدخل الجنة. فإذا صليت صلاتك ما بدخلك الجنة، ولو صمت صيامك ما بدخلك الجنة. الصلاة والصيام والطاعات والأعمال هذه عبارة كلها عن حسنات ترفع لك الدرجات في الجنة، أما دخول الجنة يكون برحمة الله. لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله، أعمال النبي هل ترى، هل يمكن لأحد منا أن يعمل كعمل رسول الله؟ لا يمكن. قالوا له: ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة. ووضع يديه فوق رأسه. إذا الله بتغمدني بالرحمة بدخل، وإذا ما تغمدني بالرحمة لا يدخل. وهو الذي كان يقوم الليل حتى انتفخت أقدامه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أنزل عليه القرآن وتلاه حق التلاوة وعلمه وبشر به وأنذر أمته، مع ذلك قال: ولا أنا. فلا يظن الإنسان أن صلاته بدأ يدخله الجنة أو صيامه بدأ يدخله الجنة. هذه درجات لك في الجنة على حسب إخلاصك فيها وخشيتك فيها ومراقبتك لله فيها، ترتقي درجاتك في الجنة. ممكن 10 درجات، ممكن 20، ممكن 60، الجنة 100 درجة. فترتقي درجاتك في الجنة على حسب إخلاصك في أعمالك. فإذا كان ففي رحمة الله، يعني تدخل الجنة برحمة الله، إذن اعمل من الأعمال ما يوصلك إلى رحمات الله. ورحمة الله تعالى تدرك الإنسان المذنب الخطاء المقصر، تدركه رحمة الله تعالى. فإدراك الرحمة الإلهية الإنسان لازم يسعى لنيلها ويبذل الجهد ليحصل هذه الرحمة، مرة برحمة الخلق: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، مرة برحمة الفقراء والمساكين، مرة بإكرام الأيتام والأرامل، مرة بالإحسان إلى
إلى الصالحين، إلى طلاب العلم، إلى من يحمل رسالة الله، فهذا كله باب لطلب رحمة الله. باب الرحمات واسعة، ويوم القيامة يتطاول إبليس رجاء أن يدرك رحمة الله. قال إبليس، قالوا له شلون أنت بدك تدرك الرحمة؟ قال أما سمعتم الله يقول ورحمتي وسعت كل شيء، أنا ما لي شيء من الأشياء فلعلها أن تدركني الرحمة. فإذا كان إبليس عم يطمع بالرحمة، أنت خليك مؤمن تطمع برحمة الله وتسعى إليها. فإذا كان بالرحمة تدخل الجنة، في أعمال بتهيئ الإنسان ليبيض وجهه يوم القيامة وترتفع درجاته. فعليه الصلاة والسلام يقول لنا فيما رواه الطبراني عن أبي الدرداء قال ليس من عبد يقول لا إله إلا الله 100 مرة، إذا كل يوم سحب 100 مرة لا إله إلا الله، ليس من عبد يقول لا إله إلا الله 100 مرة إلا بعثه الله يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر. فمعناته النبي عم يعطينا مفتاح بياض الوجه. بدك الله يبيض وجهك، خلي هاي ورد إلك كل يوم، اسحاب 100 مرة صباحا و100 مرة مساء لا إله إلا الله، وانت ماشي في الطريق راي على صلاة الصبح بالطريق اسحاب 100 مرة لا إله إلا الله، وانت راجع من صلاة الفجر 100 مرة لا إله إلا الله، وانت راي على الجامع العشي كمان 100 مرة لا إله إلا الله. فكلما ازدادت كلمة لا إله إلا الله ازداد بياض وجهك يوم القيامة. فصلى الله عليه وسلم، هذا من حب رسول الله لنا، من حب النبي عليه الصلاة والسلام، ما ستر علينا شيئا من أحوال الآخرة ولا من أحوال الدنيا، فتح لنا الأبواب على المصراعين. لكن هل هناك من يعمل، هل من يعمل بهذه؟ لو احنا قلناكم مين كلكم ترفعوا أصابعكم، مين بيسحب 100 مرة كلكم ترفعوا، لكن لو رجعتوا للبيت يا ترى من يلازم عليها في كل يوم؟ أول يوم تسحب 100 مرة، ثاني يوم 100 مرة، ثالث يوم انشغلت، رابع يوم تركتها. فلا بد يا ابني من الملازمة والمواصلة، فلازم إذا كل يوم 100 مرة صباحا و100 مرة مساء 100 لا إله إلا الله، 100 والحسنة بـ10 بتصير بـ1000، فـ1000 لا إله إلا الله صباحا و1000 مساء صاروا 2000. يا ترى بتعمل كل يوم 2000 سيئة؟ النهار كله كم ساعة؟ النهار خلي يكون متوسط 12 ساعة، الساعة بـ60 دقيقة صح؟ 10 ساعات بيطلعوا 600، والساعتين بـ120 720 دقيقة. فلو كل دقيقة عملت خطيئة وقلت 200 مرة لا 100 مرة، 100 لو قلت بيطلعوا بـ720، شو بيزيد معك؟ 280 حسنة بيزيد معك كل يوم. فإذا سحبت 200 بيزيد معك 1280 حسنة. فهذا إذا كان باليوم، خليهم بالشهر قديش بيطلعوا؟ بـ10 أيام بيطلعوا بـ10000، 12800 بالشهر قديش بيطلعوا؟ بالسنة قديش بيطلعوا؟ فلعلك أن تلقى الله بلا إله إلا الله فيبيض وجهك بها يوم القيامة.
إذا بيض الوجه ما بده ما سؤال وما سؤال، وشه بدل عليه من سمارهم تعرفونهم، من وجوههم تعرفونهم. فلما بيكون وجهه كأنه القمر ليلة البدر، هذا الوجه يدخل النار أو يدخل الجنة؟ اللهم اجعلنا من أهل الجنة. فيا ترى بتحسن عليها؟ ما لح أقولكم مين اللي بيحسن عليها، لح أتركها لكم. أنه في واحد بغار على حاله وبده ينجو من عذاب الله بيشتغل، في واحد ما جاي على باله من هون ليوم الله بيدبرها الله، والله غفور رحيم وتاركها. فليس العامل كالمهمل، وليس المجد كالمقصر، وليس الطائع كالعاصي والمذنب. فكل إنسان على حسب أعماله لحياخد يوم القيامة. لذلك إذا بدكم تنتفعوا بمجلس العلم يلي الله بده ينفعه، بياخد عهد على نفسه، عهد أن لا يتركها حتى يموت، كل يوم 100 صباحا و100 مساء، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، صباحا 100 ومساء 100، لعل الله عز وجل أن يحشرنا يوم القيامة ووجوهنا بيضاء كالقمر ليلة البدر. هذا إذا 100، إذا كل يوم 100، فإذا كان كل يوم 200 كالقمر بيصير ولا كالشمس؟ هلا واحد بيشد همته بكرة بيسحب 1000 مرة، فرد مرة 1000 مرة بيسحب، ثاني يوم بيقصرهم، ثالث يوم بعدين ما بشوف إلا ترك. لا، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. 100 ولازم عليها طول حياتك، تموت عليها وتبعث يوم القيامة عليها. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فإذا كنت مشغول في الدنيا بلا إله إلا الله تموت عليها، أما مقصر ومشغول وما لك فاضي وعند الموت بدك تذكر لا إله إلا الله ما لح تجي. حسب ما مشغول بقلبك هو اللي بده يظهر عند الموت. فلذلك أخواني هي من ذكر الله، وأكثروا من ذكر الله، خليها دائما ورد إلكن، ما لح تأخذ منك وقت. لو جيت على أذان الفجر، أذان الفجر بين أذان الفجر وبين الإقامة قديش فيه؟ 3 ساعة إلى نص ساعة. هالثلث ساعة بتسحب فيها بال5 دقائق، بتسحب 200 لا إله إلا الله، فاسحب كل5 دقائق 100 لا إله إلا الله، ربع ساعة بتسحب 300، هذا كل يوم. صلي الفجر مع الجماعة، عود صلي السنة، عود اسحب لا إله إلا الله، لا تلتفت لأحد ولا تنشغل بأحد، اسحب لا إله إلا الله. فبتكون نفذت كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وأتيت يوم القيامة ووجهك كالقمر ليلة البدر. أنتوا سمعتوا الحديث هلا، بس من صدق هذا الحديث؟ مين منكم بيصدق بهالحديث تصديق يقيني، ما تصديق رفعي، تصديق اليقين؟ مين بيصدق يقينا بهالحديث؟ بتصدقوا. يلي بيصدق بالحديث يعمل به، المصدق هو الذي يعمل به، وإذا ما عملت فيه معناته ما لك مصدق بكلام النبي، وكلام النبي ما له عندك هالقدر، ولا لك حامل له هالكرامة والقيمة. فالخسارة تعود عليك يوم القيامة. كلام النبي حق، حق هذا الكلام من عند النبي، من عند النبي ولا وحي يوحى؟ إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي. فإذا الله أوحى إليه بذلك ونطق النبي بذلك ونحن صدقنا، قلنا أشهد أن محمد رسول الله، صدقنا بنبوته ورسالته،
فتصديق كلام النبي شو اللي واجب علينا؟ أن نعمل بما سمعنا. فلو بالدرس بتعملوا بحديث واحد والله بتصيروا من كبار أولياء الله، حديث واحد. لو كل درس عملت بحديث، لو ما كان من درس كل يوم إلا الحديث، بكفيكم ولا ما بكفيه؟ بس يا ترى نحسن نطبقه ما نطبقه يومين ثلاثة؟ عاهد ربك بينك وبينه أن لا يخلو يوم من 100 مرة لا إله إلا الله، صباحا أو مساء، أو صباح 100 ومساء 100. وإذا كان عندك فراغ ورايح وجاي خلي مسبحتك بإيدك وسحاب كل يوم 300 و500 و1000. يا ترى الزيادة فيها فضل ولا ما فيها نفع؟ فيها فضل. ورد في الحديث لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وضعت في كفة ولا إله إلا الله وضعت في كفة لأثقلتهن لا إله إلا الله، تطلع أثقل من السماوات السبع والأراضين السبع. فإذا كانت بهالتقل هاد وبهالكرامة هي، يا ترى ذنوبك لح تطلع تقل السماوات والأرض؟ فإذا كانت لا إله إلا الله انحطت تجاه الذنوب والخطايا، أيهما أثقل في الميزان؟ نسأل الله أن يوفقنا. يعني الحديث سمعتوه، بس الله يوفقكم للعمل ويوفقني كمان معكم أن نعمل بذلك. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، في جنة الله. كما أنه أهل الأعمال الصالحة في الدنيا يدخلون في رحمة الله، تجدهم في الدنيا إن دخلوا أسواقهم برحمة الله يتاجرون، وبعين الله يسعون، وبفضل الله يربحون، كله بالله وبرحمة الله. ففي الدنيا وفي الدار الآخرة. لما أنزل الله، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله خلق 100 رحمة، إن الله خلق 100 رحمة أودع منها في الدنيا رحمة واحدة، في الدنيا رحمة واحدة، فبها ترحم الأم ولدها، وبها ترفع الفرس حافرها عن مهرها، بها الرحمة. بها الرحمة الله حنن الأمهات على الأبناء والبنات بها الرحمة. فإذا كان يوم القيامة مخبي 99 للآخرة، قال ضم رحمة الدنيا إليهم فرحم بها عباده، بيصيروا كم رحمة؟ 100 رحمة. فإذا رحمة واحدة بالكون كفت الكون كله، رحمة واحدة. في قط ما بترحم أولادها، في كلبة ما بترحم أولادها، في وحش ما بيرحم أولاده، الرحمة بكل الخلق من العصافير إلى الحيوانات إلى الوحوش إلى الأسماك، كل حوت من الحيتان قتلوا ابنه، فهالحوت ما سكت على قتل ابنه، خرب البلدة وأحرق البلدة كلها. حوت من البحر لأنه قتلوا ابنه، رحمة لابنه. فيل كمان قتلوا له ابنه، كمان جاب الفيلة ودخلوا على البلد قتلوا الرجال وخربوا البيوت، غيري على ابنه رحمة. فرحمة واحدة وسعت الكون كله. فإذا يوم القيامة الله بده يحط فوق منا 99 رحمة، صاروا 100 رحمة بده يرحم العباد. اللهم اجعلنا من أهل هذه الرحمات. فإذا لازم في الدنيا نحن نعمل حتى نكتسب الرحمات الإلهية.
اكتساب الرحمة الإلهية بده الإنسان يبذل الجهد بالأذكار بالأوراد بالطاعات. لا إله إلا الله ومحمد رسول الله واللهم صل على سيدنا محمد كلها أنوار، فاعملوا بما شئتم فأرجو الله أن يتقبل منا. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله. طيب إذا دخلوا رحمة الله قال هم فيها خالدون، خلود أبدي من غير خروج ولا نهاية، لا نهاية لخلود المؤمنين في الجنة. فإذا كان قاعد خالد مخلد ما بمل بالجنة مليون سنة، ما لح تمل ولا بعشر ملايين سنة. الواحد منكم عم يبلغ من العمر مثلا 30 و40 و50 و60، من منكم مل من الكلام؟ مين؟ ما حدا. من منكم مل من النظر؟ ما حدا. من منكم مل من الهواء؟ ما حدا. فغدا في الجنة كرامة الله لك كالهواء لرئتيك في الدنيا. عطايا الله لك في الجنة مثل الهواء للرئتين، فلا تعيش إلا بهذا العطاء. لذلك جعله الله يوم القيامة عطاء دائما خالدا في الجنة. وفي الجنة النعيم يتفاوت على حسب أهل الجنة، في الجنة الأولى والثانية والثالثة والتاسعة، وفي المية 100 درجة، وفي فوق 100 درجة أهل الغرف. أهل الغرف هدول بالعلالي معليين كتير. أهل الجنة بينظروا إلهم مثل ما نحن منشوف النجمة الغايبة بالسماء بتبين قد العدسة، هيك أهل الجنة بيشوفوا أهل الغرف. هذا درجات العليا. فإذا كانت الجنة درجات فكل إنسان بيدخل الجنة على حسب الأعمال، على حسب الطاعات برحمة الله. بس شو عامل؟ بيوزنوا الحسنات والسيئات. بكرة الميزان لابد منه. مالك يوم الدين يعني يوم الحساب، الله يوم الحساب بده يحاسب. فالحسنات بكفة والسيئات بكفة. إن زادوا حسنة تطلع درجة بالجنة، حسنتين تطلع درجتين، 10 حسنات طابع 10، 50 حسنة زادوا طابع 50، وإذا زادوا سيئة تنزل درجة لتحت. بينزل دركة وليست بدرجة، دركة. زادوا 10 سيئات تنزل 10 درجات لتحت. فالسيئات نزول إلى أودية جهنم، والحسنات صعود إلى درجات الجنان. فشو بقى، حسناتك أكثر ولا سيئاتك؟ إذا كان من الحاسب حالنا الله يعفي عنا، الله يتوب علينا جميعا. مين منا اللي حسناته بدك تطلع قد السيئات؟ لكن ما نرجوه من الله عز وجل أن يتقبل منا. إذا تقبل الله حسنة واحدة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، أي إذا حسن. فنسأل الله أن يتقبل. وأفضل الأعمال قبولا كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله، هذه الكلمة هي أفضل الأعمال قبولا. والملائكة تكتب الصحيفة، تكتب صحيفة العبد، والكتابة من تحت لفوق،
كتابي من تحت لفوق، عم تكتب صحيفة لحتى تتعبى لفوق. فإذا أمسى عند على بكرة لما الواحد بفتح عيونه شو بيقول؟ لا إله إلا الله أثبتت في أول الصحيفة. فإذا أمسى المساء وأخذ مضجعه فقال لا إله إلا الله، هذا ما ورد في الحديث. في المساء قال لا إله إلا الله، قال فلا تجلس الأخرى إلا بجانب أختها، ما بتقعد لحالة فوق، بتتم بتمحي في الصحيفة حتى تجلس بجانب أختها. فإذا كانت لا إله إلا الله بتمحي الخطايا، ليش لنقصر التقصير؟ ليش؟ إلا إذا كان حابب تخلي سيئاتك يوم القيامة معك، الله يغفر لنا يا هون ويعفي عنا. ففي رحمة الله هم فيها خالدون، أهل الجنة في الجنة خلود بلا موت، لا يخرجون من الجنة. الله قال وما هم منها بمخرجين، لا يخرجون من الجنة. وليس لهم في الجنة أتعاب ولا آلام ولا أمراض ولا من يتكلم عليهم، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، لا آثام ولا أعمال توصل إليك الآثام، ولا مين يشوش بالك. ففي الجنة راحة وهدوء، كما أن في الجنة ليس هناك طاعة، صلاة ما في وصيام ما في وذكر ما في، هنيك ما في إلا إذا ذكر الله كأنه هو غذاء أهل الجنة، أما كطاعات وعبادات ما في. في الجنة يلي عم تعمله في الدنيا تأخذ ثوابه بالآخرة، غذاؤك في الجنة ثواب أعمالك التي عملتها في الدنيا. فأعمالنا هون هي اللي بدها تغذيك العمر الطويل بالجنة، فلذلك كتروا شوي، يعني بدل ما كسر الصفرة يجيبوا لك لقمة لبن مصفى، خلي يجيبوا لك صحن سودا كبدة بسموها، ما هي صحن سودا وصحن بيض وصحن مسبحة وصحن، خلي يجيبوا لك 3-4 صحون. كتروا الأعمال حتى تكتروا الغذاء بالجنة، هكذا. والخلود في الجنة دائم أبدا. ورد أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة وأهل النار إذا دخلوا النار أتي بالموت على صورة كبش أملح، جيبوا كبش ويسمى الموت ويوضع على الصراط وينادى يا أهل الجنة أشرفوا، يعني وقفوا على الشرفات وطلعوا، يا أهل النار أشرفوا. فبينادوا أهل النار وأهل الجنة كلهم بيوقفوا، خير؟ قولوا تعرفوا هذا مين؟ هذا على الكبش، أتعرفون ما هذا؟ فيقولون ما هذا؟ فيقال هذا الموت، هذا الموت. فيذبح على الصراط بين الجنة والنار، ثم ينادي المنادي يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قال عليه الصلاة والسلام فلو أن أهل الجنة علموا أنهم ماكثون في الجنة بعدد الرمل والحصى وورق الشجر لحزنوا بذلك، ولو أن أهل النار علموا أنهم يمكثون في النار بعدد الرمل والحصى وورق الشجر لفرحوا بذلك، أنه بيجي يوم بيخلص الرمل والحصى وورق الشجر بيطلعوا، وأهل الجنة بدهم يطلعوا بيزعلوا. قال لكن خلود أبدي دائم أبدا الآبد.
فإذا أخواني الله ما خلقنا بها الدنيا يا أحبابي مشان ناكل ونشرب، الله خلقنا بها الحياة مشان نبني الحياة الخالدة الأبدية حتى تعيش حياة أبدية من غير آلام ولا أوجاع ولا أسقام ولا تعب ولا يسمعون فيها لغوا ولا تأسيما ولا يصدعون عنها كمان، صداع ما في، وجع راس ما في، كله هناء ورحمة. جلساؤك في الجنة الأنبياء والرسل، خدمك في الجنة الملائكة، لذتك في الجنة النظر إلى وجه الله، هاي لذة المؤمنين. فمين اللي بيضيع عليه؟ عاقل بيضيع عليها العطاء هاد؟ الله يجعلنا من أهل التوفيق، الله يوفقنا لما يحب ويرضى. لذلك قال الإمام مسلم رضي الله عنه عن صهيب قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى، يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ هو دخول الجنة، بتحبوا شيء أعطيكم يا زيادة؟ الله عم يعرض على أهل الجنة: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم ودخول الجنة وبياض الوجه. طيب أكثر من هيك شو في؟ قال: فيكشف الحجاب، فيكشف الحجاب، ترتفع البرداية، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ألز لذة في الجنة أن تنظر إلى وجه الله؟ هذا النظر، النظر ما للكل، في كما ورد في الحديث: من أهل الجنة من ينظر إلى الله في كل يوم بكرة وعشية، صباح ومساء له نظرة إلى الله، ومنهم من ينظر في اليوم مرة، ومنهم من ينظر في الأسبوع مرة، ومنهم في الشهر مرة، ومنهم في السنة مرة، ومنهم في كل عمره في الجنة بينظر مرة واحدة. إيه شلون هذا النظر حتى نحصله؟ النظر بدك تحصله بالدار الآخرة، في إله في الدنيا بدك تدفع القيمة. هون إذا هون دفعت القيمة هنيك تنظر إلى الله. الذاكرون الله صباحا ومساء هم الذين ينظرون إلى الله صباحا ومساء، لما ورد في قول الله تعالى: أنا جليس من ذكرني. فإذا ذكرته صباحا ومساء تجالسه صباحا ومساء، تزركه باليوم مرة بتشوفه مرة. هذا
الله يوفقنا نذكر الله دائما. هي ذكر الله مما يفتح لك باب النظر إلى وجه الله، كما أنه غض البصر عن الحرام كذلك يفتح لك باب النظر إلى وجه الله. إذا غض المؤمن بصره عن المعاصي والذنوب كشف الله له الغطاء فنظر إلى وجه الله يوم القيامة. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. الله يحقق فينا هذه النظرة. فألز ما يتلذذ أهل الجنة فيه يوم القيامة النظر إلى وجه الله تعالى، هذا بياض الوجه. لذلك كذلك ورد في بعض الأحاديث أن المؤمن بيخرج من عند الحورية زوجته في الجنة، فيجتمعون في الجنة فينظرون إلى وجه الله، فلما بيرجع تقول له زوجته: ما لي أرى حسنك ازداد جمالا. شو جاي زايد حلاوتك وجمالك ونورك، شو صاير؟ فيقول: جالست ربي ونظرت إليه. فيا سلام على هالساعة هي، بذلوا الجهد ابني، والله والله لو بذلنا حياتنا حتى صرنا مثل العود بالطاعة وصلنا لهاللحظات هي، والله يلي دفعناه قليل ويلي حصلناه كثير. الله يرزقنا التوفيق. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. خلود بلا موت. لمن يكون الخلود في الجنة؟ خلود دائم. المؤمن خالد والمشرك والكافر كمان خالد، لكن الخلود لمن؟ الخلود لمن تخلد في قلبه حب الله تعالى. متى ما صار اسم الله في قلبك خالد ثابت فأنت من الخالدين بالنظر إلى وجه الله. كما أن المشرك لما خلد الشرك في قلبه وثبت الشرك في قلبه خلد في نار جهنم. فأنت إذا اسم الله خلد في قلبك وسكن وثبت فأنت من أهل الخلود يوم القيامة بالنظر إلى وجه الله أو بمجالسة الله سبحانه. تلك آيات الله. تلك يعني هذه الحجج التي أتتنا من التوحيد وإثبات الدعوة إلى الله وتبليغ الرسالات من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه الآيات التي نزلت على رسول الله والتي بلغتنا بواسطة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، تلك آيات الله يعني الدلائل التي تدل على أن النبي من عند الله مرسل وأن القرآن كلام الله. هذا الكلام لا يستطيع الإنسان أن يأتي بمثله، إنما هو كلام الله القديم. فتلك هذه الآيات والدلائل، تلك آيات الله. الآيات يعني الدلائل والبينات الواضحات والحجج الدامغة التي تدل على وحدانية الله، تدل على عظمة الله وإثبات قدرته وأنه وحده القائم في هذا الوجود إحياء وإماتة ورزقا وعطاء ونعمة. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. نتلوها، من الذي تلا الآيات على النبي عليه الصلاة والسلام؟ تلاها سيدنا جبريل، فعم يقول تلك آيات الله نتلوها،
لما كان جبريل يبلغها بأمر الله كان كأن الله علمه لجبريل للنبي عليه الصلاة والسلام هذه الآيات، فأسند التلاوة إلى ذاته العظيم للتعظيم ولبيان شرف الآيات القرآنية التي أتى بها جبريل فبلغها للنبي عليه الصلاة والسلام. وجبريل صلوات الله عليه بلغ الآيات كما أمره الله بها، ما زاد فيها بحرف ولا نقص منها حرفا، والنبي عليه الصلاة والسلام بلغنا إياها كما نزلت من السماء. فآيات القرآن كما نزلت بلغنا إياها رسول الله، حتى أن الآيات في القرآن بما وجدت بها الصفة اللي بالقرآن موجودة هكذا أمر النبي أن يضعها. كان إذا نزلت السورة النبي يقول اجعلوا هذه السورة بعد السورة الفلانية، اجعلوا هذه الآية بعد الآية الفلانية. فلذلك في آيات مدنية، في آيات مكية، ففي الآيات المكية فيها بعض الآيات المدنية، النبي قال اجعلوها بالسورة الفلانية. فنص القرآن الذي بين أيدينا كما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، القرآن الذي بين أيدينا الآن كما هو مكتوب في اللوح المحفوظ لا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا. فتالي القرآن كأنما يقرأ اللوح المحفوظ. فآيات القرآن هي من عطايا الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، بالحق يعني لا شبهة فيها، ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني لا شك فيه. هل يمكن أن نشك أن في آية النبي وضعها، النبي حطها، في كلمة النبي زودها، لا حرف ولا كلمة، بل لا فتحة ولا كسرة، كما نزل به بالحق. فإذا كان نتلوها عليك بالحق الذي يتلوها ملك حق أرسل من إله حق على نبي حق بكلام حق، فإذا كل القرآن حق يدل على الحق والحقيقة لا شبهة فيه ولا خلاف فيه. ولو نظرنا إلى المصاحف الآن الموجودة في العالم كله، سواء العالم الشرقي أو الغربي أو الجنوبي أو الشمالي، من سيبيريا إلى برازيل إلى إفريقيا إلى الصين إلى أندونيسيا إلى موريتانيا، لو رأينا العالم كله لرأينا كتاب الله لم يتغير فيه حرف واحد، كتاب واحد في العالم، في العالم كله. مع أنه لو أتينا إلى كتب الأديان الأخرى لنجد أن إنجيل لبنان بيتغير عن إنجيل سوريا، فيه بعض التغيرات، إنجيل سوريا غير إنجيل فرنسا، في تغيرات. فبين هذا وهذا في تبديلات وتغييرات، أما القرآن فهو كلام حق في العالم كله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والله حفظ القرآن بعنايته ورحمته برجاله وعلمائه، حفظ القرآن بالعلماء، حفظ القرآن بالحفاظ، حفظ القرآن بما كيف نزل على رسول الله، تلك آيات الله. فلما بتقرأ إذن آية من القرآن أنت تكرر
تردد كلام الله. الله تكلم بهذا الكلام، فالله يقول تلك. هذه الإشارات إلى ما مر من الحجج، آيات الله، يعني تلك أدلة الوحدانية، أدلة العظمة، نتلوها عليك بالحق. التلاوة كانت على رسول الله، سيدنا جبريل تلا القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا الآن أتلو الآيات عليكم. أنا هلأ عم بتلي الآيات عليكم، فتتلى عليكم بحق أو بباطل؟ تتلى عليكم بعلم حق ولا بعلم باطل؟ بحق. ولا يتلوها إلا من كان على حق. فإذا كان تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فمعنى ذلك ارجع إلى الآيات والحجج والأدلة لتعلم أن الله إله واحد. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين، لا يقع في شك في قلبك. ولما أنزل الآية الأولى في القرآن ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني لا شك فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ القرآن بالأمانة كاملة ما أخفى منه حرفا واحدا. ولو أن النبي ستر من القرآن كلمة لستر قول الله عز وجل: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لو كان النبي بده يخبي شيء وحده كان خبه، أنه خايف من الناس ما بتخاف من الله. فالنبي كل الآيات بينها ولم يخفي منها كلمة واحدة صلى الله عليه وسلم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. وكلمة الحق في آيات الله قال: كتاب فصلت آياته، فصلك الأحكام. في آيات نزلت مشروحة، ذكر لك الأمثلة عشان يعرفك بالآيات، ذكر لك في الآيات الحجج والأدلة. ولله ما في السماوات وما في الأرض، كل أدلة حتى يعرفك بعظمته. كل ذلك ليتفتح عقل المؤمن فينطلق إلى معرفة كتاب الله، وينقاد إلى طاعة الله، ويستقيم على شرع الله. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. لعل الإنسان يقول إنه طيب ليش هذا أسود وشو هذا أبيض، ليش ما كلهم؟ الله يعامل الخلق يوم القيامة بالعدل، يحاسب الخلق بعدله. ولو حاسبنا، نسأل الله، الله عز وجل يعفي عنا. إذا بده يحاسبنا بالعدل والله بده يهلكنا، ما لنا غير رحمة الله. الله يعاملنا برحمته ويعفي عنا. فقال الله عز وجل: لا يظلم الناس شيئا، لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الله لا يظلم الإنسان، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أنا عم بظلم نفسي، برتكب الأخطاء، برتكب الذنب، هذا لنفسك. عما تأصر في عبادي، أنت عم تظلم نفسك. كإنسان وضع عنده الطعام ما رضي يأكل، ظلم المطعم ولا ظلم نفسه؟ ظلم نفسه.
أبوك جاب لك بدلة وما لبستها فبردت. يا ترى أنت ظلمت أبوك ولا ظلمت نفسك؟ ظلم نفسه. فالله تعالى أنزل التشريع وأنزل الرحمات، فإذا كان وقعنا في المخالفات فقد ظلمنا أنفسنا، والله لا يظلم الناس شيئا، وما الله يريد ظلما للعالمين. وهنا كلمة ظلما ذكرها الله نكرة ولم يذكرها معرفة، ما قال وما الله يريد الظلم. لو قال يريد الظلم كان له نوع، لكن لما قال ظلما فالسياق بعم، يعني أي ظلم الله لا يظلم الناس شيئا. من أي ناحية؟ لا من ناحية الطاعات ولا الحسنات ولا الأعمال ولا الأقوال، ما قلته مسجل وما فعلته وما نظرت إليه كله مسجل. لذلك الله لا يظلم الناس، لا يظلم الناس شيئا. وحتى ما نقع في الظلم نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام مسلم عن أبي ذر فيما يرويه عن ربه صلى الله عليه وسلم أن الله قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الأب ما يظلم ابنه، الأم ما تظلم بنته، الأخ ما يظلم أخوه، الجار ما يظلم جاره، المعلم ما يظلم جيره، المفتش ما يظلم العامل، ما يظلم أحد التاني، كل واحد يمشي بالعدل. تظلم فستلقى الظلم يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. وأما الذي يرحم الخلق فالله يرحمه يوم القيامة. فلا تظالم، كما أنه لا تظلم حيوان، الإنسان ما لازم تظلمه، كذلك الحيوان ما تظلم. العرق الأخضر زرعت نبتة في بيتك في بستانك بدك تسقيها، إذا قصرت عليها بالسقاية فأنت ظالم، ظالم تؤاخذك يوم القيامة. ظلمت حطيت عصفور بالقفص نسيته بالأكل فأنت ظالم تؤاخذ يوم القيامة عنه. يأتي يوم القيامة عصفور يطوف حول العرش وله دوي كدوي الرعد، فيقول الله له اسكن، شو هالضجة اسكن، فيقول وعزتك لا اسكن حتى تأخذ لي حقي ممن قتلني. واحد قتله من غير ما له جوعان ما بده يأكل بده يجرب الصيد وقتله، فيقول يا ربي سل هذا لما قتلني في غير مأكلة. فهذا ظلم، وكلنا نعلم الحديث الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة التي حبست الهرة، حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا. النبي قال رأيتها في النار وهرة من نار تنهش في أمعائها، قطة من نار عم تنهش مصارينها. فقلت من هذه؟ قال هذه امرأة كان عندها هرة حبستها فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من الأرض. فلو ظلم الإنسان عرق أخضر، ورد في الحديث ملعون من وطئ، ملعون من وطئ على خضرة عرق أخضر، هذا عم يسبح الله بتجي أنت بتدعس عليه. فظلم بدك تنتبه انه هذا ذاكر لله ما لازم تظلمه.
لا تظالموا. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام كذلك الذي رواه الإمام مسلم عن سيدنا أنس قال: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنا. حسنة كلمة طيبة، هي حسنة. إذا قلت لك اتقي الله هي حسنة، اذكر الله هي حسنة. إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. بالدنيا الله بيكافيك عليها وبالآخرة كمان بيعطيك ثوابها. يعني المؤمن لما بيعمل حسنة بياخدها دنيا وآخرة، ما بتاخدها بس بالآخرة. الناس بيظنوا انه بس وين بالآخرة بده ياخدها، لا، بالدنيا وبالآخرة. ربنا آتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ففي الدنيا بيعافي وفي الدنيا بيقوي وبيرزق وبيعطي، هذا في الدنيا، وفي الآخرة مغفرة وجنة. إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. قال: وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا. شوفوا عدل الله، هذا الكافر عم يعمل أعمال منيحة، عندهم المياتم وعندهم إكرام الأيتام وعندهم الفقراء وعم يعطوا، في عنده أعمال صالحة، فالأعمال الصالحة بيعطيه أجرته في الدنيا، بطعميه أكلة طيبة، بيأكل اللقمة الطيبة في الدنيا، هاي الحسنات تبعه. وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا ما عمل لله بها. شو اللي عمل أعمال صالحة بياخدها في الدنيا، أكل ولبس. قال: فإذا أفضى إلى الآخرة، جاء الموت ولقي الله، لم يكن له حسنة يجزى بها. الله كافى فيها وين؟ في الدنيا، فبالآخرة ما في له شيء. وما له في الآخرة من نصيب. ليه؟ لأنه على غير الإيمان، ما وحد الله وما آمن بوحدانية الله، لذلك ليس له في الآخرة من نصيب. أما المؤمن ففي الدنيا وفي الدار الآخرة. اللهم اجعلنا ممن يعملون ما يرضيك وممن ترضى عنهم على كل عمل عملوا. اللهم وفقنا لما فيه رضاك عنا، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله.